السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا دكتور كريزان. مرحبا بك للا. الحمد لله شدي يا خاط الله وملك الحمد. للا أم محمد المرضية حيك الله للا الصابرة المحتسبة. اللهم لك الحمد يا دكتور اللهم لك الحمد واللي عند الله راقادر به. احنا كنتوسلوا الله سبحانه وتعالى بالرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم باش يوقف مع كل واحد باش يوقف مع مويت يا دكتور. أيه. انا اليوم يا دكتور ما غاديش نطلب غير الدعاء بحدهم. انا أيه. دكتور اليوم انا محتاجه ليك ومحتاجه لكاع اللي يقدر يساهم بشي حاجه. انا ما دويش غير على المال. انا دويت دابا مي راه في مراكش وناعسه قدام السبيطار يا دكتور. راه مريضه دكتور في حاله مستعجله ومريضه وراه جالسه دابا غير في نتاع السبيطار معها غير واحد بنت خالتي وراجلها وحط موبيله ديال راجل بنت خالتي مسكين هو اللي سيدي ربي الكريم سخروا ليها ودابا مسكينه راه ناعسه في الطوموبيل وجالسه قدام السبيطار لانه قال لها خاصك تعاودي التحاليل. يا دكتور انا غنعاود لك كيفاش دابا هي كانت مشات قلت لك دارت تيو في يعني كانت دوزت في اسفي وقالوا لها خاصك تمشي لمراكش غدير عمليه. احنا ما فهمنا حتى شي حاجه في الاول. نعم. مشات على اساس غدير عمليه صدقت داروا لها التيو وقالوا لها غادي ديري التيو وما شافوش لنا باللي راه غادي دير ما صدناش اللي فهمنا فهمتي. هي ام ديالي كانت كيديها غير واحد الراجل وذاك الراجل حتى هو الله يغفر لنا وليه ربما كان قلبه فيه الطمع يعني ما داش داك الشيء غير في سبيل الله فهمتي. إيه؟ كان كيمشي معاها ويجي معاها والله اعلم والعلم لله. انا ما كنبغيش نتقلد واخا نشوف الحاجه بعيني كنقول الله يستر. لا هو طمع في الفلوس الله اعلم اكثر من مليون يا دكتور خسرت غير على سميتو على التيو على شي تحاليل وداك الشيء وداروا لي هذاك التيو ثلاث مرات ومشات التحليله دكتور حتى لبرا وتقلبت وجابها وشد دكتور كل شيء داه لدارو وقال لي دابا مني مشات دكتور قالوا لها مشات ثاني دوزت قالوا لها مستعجله خاصك تفتحي مشات قاعده بالله شرعي الله يثبتنا على الشهاده دكتور راني مسافه بزاف. ايه مشات دكتور عند يعني مشات الاسفي شدت دابا اكثر من 15 يوم ولا جاي 20 يوم وهي كتسنى اليوم تصاوب سكانير غدا تصاوب سكانير هكا دكتور طلعوا السكانير بالفلوس يعني وليداتها تجمعوا وطلعوا لها السكانير وداروا لها التحليل وداروا لها كل شيء على اساس غدير عمليه في اسفي. أيه. من يا دكتور شاف الدكتور ديال هذاك الشيء اللي غايب معاه ديال العمليه قال هذا الشيء عندك ولا كبير يعني ولات عندك كوره راه شدت لها يا دكتور من كرشها حتى لظهرها وبدات كتخرج يا دكتور في الظهر ديالها. لا حول ولا قوه الا بالله. يا دكتور الحريق لدرجه ولا ذاك الحريق كيضربها من البطن ديالها حتى للسوع الكبير ديالها وكتغوت وكتشري دابا غير في الدواء ذاك المسكنات. ودابا قالوا لها سيري داري لمراكش وعاودي ديري دوك التحاليل لما لقاوش ذاك الميل في الاول شكون اللي كان متبع لها الحاله خاصها تعاود كل شيء ولا بقات تعاود هذا الشيء كنقول انا الله اعلم راني مشيت دكتور عندها يا مسأتي عند بنت خالتي شفتها امي راه في حاله صعيبه راه السيد اللي مكلف بكل شيء دكتور اللي كان كيديها وجيبها شد التحاليل وشد كل شيء وقال لهم ما عندي حتى شي حاجه. هذا السيد هذا واش هو من العائله ولا من فاعل جماعوي ولا شكون هو؟ دكتور كانوا كيقولوا باللي راه كان واقيلا فرملي ولا شي حاجه. هو دكتور هذا الراجل كان عنده السكر الرو مقطوعه لا كان كيسمع فيا انا ماشي كنتشفى فيه ولا شي حاجه. انا بغيت غير يحن في مهمتي يقول لهم الاسم ديال هذاك ديك الطبيب اللي تبع الحاله ديالها باش يعاود يجبد الملف ديالها ويعاودوا يجبدوا داك الشيء يعني باش يعرفوا التحليله ديالها شنو فيها باش يفتحوا العيادة. دابا انا ما عرفوش غيطلعوا لها كل شيء من جديد وهي ما بقاش عندها دابا الجهد وما عندهاش حتى المال. الله ودابا حاليا هي في المستشفى ولا في الباب ديال المستشفى؟ في الباب دكتور ناعسين دابا هي وبنت خالتي وراجلها في الباب دكتور. قالت لي احنا جالسين غير حدا السبيطار في الشانطي تما قالت لي غنباتوا هنا في الشانطي. وهي السيده مسرحه دكتور راه مسرحه وما كانش شي واحد اللي عاونها لا ماديا ولا معنويا. واخا لا لا, لا 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 ام محمد خبرينا بالضبط المكان ديالها ربما حتكين اهل الخير اهل الفضل في مراكش الان غيسمعوك دابا الان يسمعوك راه يمشوا يهبون الى عين المكان. قول لنا اسم المستشفى سبيطار ديال محمد السادس دكتور سبيطار الكبير مستشفى محمد السادس بمراكش دكتور شوف اسمح لي شوف دابا هي مع الثمانيه ديال الصباح غير
اله الا الله. والام ديالي انا كان الله اعلم كنظن ما غتحملش هذا الشيء. وانا دكتور ما سخيت بمهمتي راه قلبي يا دكتور. شكون اللي غيسخى بالوالدين؟ راه عينيا ورمو دكتور بالنهار كامل هزي ديال السمو. كنطلب في الله كنطلب في الله سبحانه وتعالى. انا بغيت غير شي واحد اللي جبد هذا الملف وبغيت شمو يتكرفص. دا كان باقي عمرها طويل. انا بغيت تعالج. جات الغالبه من عند الله. مرحبا انا ما عندي ما نقول. انا بغيت غير شي واحد اللي يساعدنا يعني غدا مع 8 ديال الصباح غدا. لا لا ام محمد هذا السيد اش المصلحه عنده انه يخفي لكم الملف والاشعه؟ شنو المصلحه عنده باش يخفيها؟ دكتور السيد قليل الشيء كما نقولوا حنا مسكين. هو رجلو كثر محيد وداك الشيء. ربما طمع دكتور الزلزال. دابا كيقول لهم انا كنتسالكم الفلوس. كيقولوا قالوا لي دابا غير قول لنا اللي بغيتيها نديروها معاك. اللي بغيتيها اي يعطيكم غير التحاليل الوراق. ولا بغى شي فلوس الحمد لله ربي يسخر ويوسع عليه ان شاء الله. كاين من توسع عليه باذن الله ربي كريم سبحانه. كنتمنى دكتور شد الرقم ديالي. كنتمنى دكتور لو كان شي واحد غدا مع الصباح. الا بغيتي دابا دكتور ردني الستوندار نعطيك السميه ديال المي والكليه. واخا انا غندوزك الستوندار عند سي سامي. انا غندوزك عند سي سامي في الستوندار باش ناخذ الرقم وناخذ هذه المعلومات ونبقاو على تواصل باذن الله. والحمد لله بلادنا بلاد الخير. في مراكش راه كاين تما اهل الخير ما اكثرهم. الناس اللي كيتساعدوا وكيحاولوا يقدموا يد المساعده كما هو الشان في كل الاقاليم المغربيه. الحمد لله المغاربه راه اهل الخير. وهذا الكلام كنقولوا ماشي مجامله نهائيا. حتى اللي ما صال وجال ما يعرف بحق الرجال. والحمد لله ربي يسر لنا الجوله في مجموعه ديال المدن والدول والعواصم. وفعلا راه المغاربه الحمد لله من طينه طيبه طينه خيره طينه اللي هي ميسره. نسال الله تعالى ان يبارك في الجميع. انا خذيت الرقم لك ام محمد من مراكش وان شاء الله تعالى نتواصلوا فيما بيننا. وكنحييو ان في هذا اليوم راه امير المؤمنين صاحب الجلاله محمد السادس حفظه الله ورعاه راه في فاس وراه كيسعى الى وضع عده تدابير من بينها ما يسمى بمراكز الطبيه للقرب. لانه يعلم بان ملف الصحه ملف حساس جدا والمواطنين كيعانيوا معاناه شديده لان المصحات والمراكز الاستشفائيه محدوده والعدد الأسرة محدود، عدد الأطباء محدود، عدد الميزانية محدودة، ولكن المرضى بوفرة. كاين الناس الحمد لله اللي عندهم التغطية الصحية، هذوك ما عليهم كلام، هذوك ربي يسر لهم. اللي كيمرض الإنسان مباشرة كيمشي أحسن مركز صحي كيخلص فلوسه وكيرجع عليه الخير ديالو وميسر. يعني هاد الناحية حنا الحمد لله نتمن عاليا ما وصلت إليه بلادنا في المجال الصحي الخاص. يعني غير في الدار البيضاء مذهل عدد المصحات أكثر من عدد المدارس الحرة. كتلقاها متواجدة ونظام جيد، نظافة جيدة، استقبال جيد، أثمنة مرتفعة وخدمات رائعة. ولكن اللي عنده التغطية الصحية لا يخاف ولا يحزن. كيدخل من برا مع راسه كيدير التحاليل والأشعة ويدير الدواء ويلقى العناية الكاملة وجالس في فندق من 5 نجوم وملي كيسالي كيعمر الوريقات ديالو وكتمشي للميوتيال وكتجي التعويضات. وكاين اللي عنده صناديق أخرى متعددة وكيرجع ليه 70% 80% وكأن شيئا بخير. كيقول لك الحمد لله الصحة في بلادنا جيدة وهذا حقيقة. الصحة في بلادنا جيدة لكن بين قوسين في القطاع الخاص. أما القطاع العمومي نحن نعلم بأن الميزانية المرصودة إليه محدودة، عدد الأطباء محدود، العدد ديال الخدمة رغم الجهود اللي كيبذلوها الأطباء ديال القطاع العام راها مضاعفة. راه الله يحسن عوانهم. راه اللي يلقى شي طبيب أو طبيبة أو ممرض أو ممرضة في القطاع العام يشكروا ويدعي معاه دعوة الخير لأن كيبذلوا مجهود كبير رغم التعويضات اللي هي متواضعة والسهر بالليل والنهار. ولهذا كنلقاو بان الجوله الملكيه هذه الايام المباركه وخصوصا هذا اليوم راه امير المؤمنين صاحب الجلاله محمد السادس حفظه الله ورعاه ازدانت مدينه فاس بحلوله هناك. ومن اول الاولويات اللي خدام عليها هي تاسيس مراكز طبيه للقرب لان كيعرف المعاناه تاع المواطنين وكيسمع هذه المعاناه الشديده وكيحرص على انه يلقى الحلول الجذريه. الحل الجذري ماشي هو نديروا جمعيات يطلبوا المساعده من هذا او هذا ولا حتى اذاعات خاصه تقوم بالدور ديال المساعده في برامج مساعده. ولكن خاص الدوله باعتبارها لها حرمتها وقداستها وعزتها ومجدها
الدولة باعتبارها الحماية والحضن والأب الرحيم تقوم بوضع قواعد قوية لأسس صحية تكون في متناول الجميع. إن شاء الله للا أم محمد أنا خديت الرقم ديالك وإن شاء الله نتواصلوا فيما بعد، وكنوجه أي واحد في مراكش الآن أهل الخير موجودين بالقرب من المستشفى الجامعي محمد السادس، ربما يلقى واحد السيارة هناك مركونة فيها واحد العائلة جاية من إقليم أسفي من حوالي جمعة سحيم، غادي يلقاهم تمايا راه عليهم الفقر والحاجة، إلا قدر يقدم أي مساعدة ولو بكلمة طيبة. وكاين أهل الخير يقول لك غدا مش نعاودوا حنايا كاع السكانير ونعاودوا التحاليل، أش وقع؟ نص النهار حنا قضينا الغرض، وربي عز وجل كيسخر هذا لهذا، سبحان من سخر هذا لهذا. الله يكمل لك رجاء أم محمد، وربي يكون لكم عوين ونصير، الله يشافي الميمة يا ربي. هذه الليلة المباركة ينزل على الألطاف الإلهية وينزل على الرحمات الربانية ويشافيها من عنده، اللي هو الشافي هو العافي هو الطبيب هو المعالج سبحانه وتعالى. والله يفرحك بميمتك ويطول عمرها ويزيد في المدد، وربنا هو الرحيم بالعباد. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.